بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فمجلس جديد نواصل من خلاله قراءتنا لموطأ الإمام مالك بن أنس، وذلك في ساحة فيها ملل الصالحين وأنفاس الأولياء، بجوار سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عقيلة بني هاشم، وفي الساحة البرهامية أبناء الشيخ سيد سليم إدفاوي المصري رضي الله عنه، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين، اللهم أمين. وقد قرأنا موطأ مالك إلى أن وصلنا إلى كتاب الصلاة، إلى أن قال رضي الله عنه: باب ما جاء في النداء للصلاة. النداء للصلاة، والنداء للصلاة يعني به الأذان. باب النداء للصلاة. وهذا لعمري ترتيب منطقي، إذ كيف يشرع فيتحدث عن فقه الصلاة وأعمالها قبل أن يلقي الضوء عن فقه النداء للصلاة؟ فالنداء للصلاة مفتتح الإيه؟ مفتتح الصلاة. وهل النداء للصلاة له فقه ويحتاج طلبة العلم أن يعرفوه؟ الإجابة نعم، فإن فيه من المسائل الدقيقة التي يجب ألا يغفل عنها طالب علم، ولا يغفل عنها طالب الحق، ولا طالب السير إلى الحق سبحانه وتعالى. والنداء هذا جاء فيه في موطأ مالك أكثر من 10 أحاديث، إذن هو باب كبير. باب إيش؟ كبير. يقول في مطلع الباب: وأقول بالإسناد المتصل الإسناد المليح الصحيح الرجيح إلى أن قال حدثني يحيى. من الذي قال حدثني يا شباب؟ عبيد الله بن يحيى. إذن هذه رواية مالك، رواية الموطأ التي رواها من؟ يحيى ابن يحيى، هي رواية يحيى ابن يحيى، وهذا قلته كثيرا قبل ذلك. والذي يروي عن يحيى ابن يحيى من؟ ابنه عبيد الله بن يحيى. جيد. ويحيى ابن يحيى هذا كما ذكرت لحضراتكم يسمى عاقل الأندلس. يسمى إيش؟ عاقل الأندلس. وقد جاء من الأندلس فجلس تحت قدمي مالك سنين طويلة حتى حفظ الموطأ، ثم ذهب إلى الأندلس فرواه، وكان كل طلبة العلم من أبنائه عينوا قضاة يفتون على المذهب المالكي في الأندلس، حتى شاع المذهب المالكي في الأندلس، فلا يعين قاضيا يقضي بين الناس إلا إن تتلمذ على يحيى بن يحيى. وكان عبيد الله بن يحيى هذا تلميذه وابنه، وهو الذي روى عنه موطأ الإمام مالك. ولما سمي بعاقل الأندلس تذكرون؟ أقص عليكم القصة مرة أخرى سريعا، يعني من باب التذكير، أن الإمام مالك رضي الله عنه كان في مجلسه في المدينة المنورة، وكان مجلس الإمام مالك يا شباب في روضة الحبيب المصطفى، كان يسند ظهره في المكان الذي كان يسند فيه ظهره عبد الله بن عمر، لهذا السلسلة الذهبية في الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر، أي خليك فاكر، مالك عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان مسندا ظهره في الروضة الشريفة وهو يروي الأحاديث الشريفة للطلبة، فجاء في المجلس من يصرخ ويقول: يا طلبة العلم، خارج المسجد، خارج المسجد النبوي، فيل يمشي في الطريق، فيل، وأهل الحجاز وأهل المدينة لا يعرفون الفيلة وما رأوها، وما يعني كأنها أعجوبة من العجائب، إن مشى فيل في المدينة فده يبقى شيء غريب جدا. فقام طلبة العلم جميعا من مجلس مالك وهرولوا خارج المسجد لينظروا إلى الإيه؟ إلا يحيى بن يحيى ظل جالسا مكانه ولم ينطلق ولم يقم من مكانه أصلا. فقال له الإمام مالك: يا يحيى، ما الذي جعلك تمكس في مكانك ولا تنطلق لتنظر الفيل؟ مش تروح تشوف الفيل زي الطلبة أصحابك، أنت عدت ليه؟ فقال: يا مولانا، يا إمام مالك، أنما جئتك من الأندلس. قال: إنما جئت من الأندلس لأتعلم من مالك لا لأرى الفيل. مش شغلة الفيل، أنا جاي عشان إيه؟ أتعلم. فلما اشتهرت عنه هذا الموقف كانوا يسمونه بإيه؟ بعاقل الأندلس، كأنه أراد أن يقول الإمام: ليس في العمر وقت أضيعه في النظر إلى الإيه؟ فيه، إنما عندي وقت أتعلم فيه ماذا؟ أتعلم فيه العلم من الإمام مالك. أقول: وبالإسناد قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. هم أن يتخذ ماذا؟ خشبتين، يضرب الخشبتين في بعض فيعملوا إيه؟
صوت، فالناس في البلد يعرفوا ان ده وقت الايه الصلاه، لسه ما في اذان ولا شيء، والقصه لم تبدا بعد. قال هم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه، فأري عبد الله بن زيد الانصاري. انا عايز حضراتكم تضع خط كده صغير تحت هذا الاسم المنور من اصحاب رسول الله. اسمه ايش هذا الصحابي؟ ابن زيد، عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه. ليه بقول لك حط خط تحت عبد الله بن زيد؟ لان له قصه ماتعه سارويها لكم في هذا الدرس. جيد يا مشايخ. قال فأري، شوف حتى نسبها للمجهول، أريها يعني في المنام طبعا. فأري عبد الله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم. هو بيقول كده، هو اصلا اسمه عبد الله بن زيد الانصاري بن الحارث بن الخزرج، شاف في الرؤيا خشبتين زي ما كان النبي عايز ايه يعمل صلى الله عليه وسلم. قال ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم، فقال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة جلوسه وملازمته لرسول الله، تعلق بما يريده النبي. وماذا كان يريد النبي؟ يريد النبي أن يأتي بخشبتين فيضربهما فيستمع الناس صوتها صوت الخشبتين فيأتون للإيه؟ للصلاة. فتعلق بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعلقه بإرادة رسول الله أن جعله يرى في منامه ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. جيد هذا؟ قال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل، يعني قيل لعبد الله بن زيد في المنام، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ هذا في الرؤيا. قيل له ألا تؤذنون للصلاة؟ باللغة العادية يعني سيبك من الخشبتين دول، ما تتعلم حاجة جديدة. قال ألا تؤذنون للصلاة؟ فهذه الرواية وروايات أخرى مفصلة أن هذا الذي رآه في المنام علمه الأذان وعلمه الإقامة، لكن الرواية هنا تقول فأتى رسول الله. مين هو اللي أتى رسول الله؟ عبد الله بن زيد الأنصاري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ. إذن هذا الذي كان يراه كان ماذا؟ كان رؤيا منامي. حين استيقظ، قال حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذه هي أول رواية في هذا الباب المنور والواسع. إلا أني قبل أن أشرع في استخراج بعض المسائل من هذه الرواية أستريحكم عذرا في مقدمة ضرورية للأذان. للإيه؟ حتى نعرف فقهه وأصوله ومن أين جاء وأين قصته وما هو الشيء الذي يتعلق به طالب العلم في مسألة الإيه؟ في مسألة الأذان. أول مسألة في هذه المقدمة يا مشايخ، هل الأذان ذكر في القرآن الكريم؟ هذا سؤال مهم جدا. هل ذكر الأذان في القرآن الكريم؟ طب إيه هي أهمية هذا السؤال؟ هل هذا مما شرعته السنة أم أنه شرع في كتاب الله أولا؟ هذا سؤال في منتهى الخطورة. ليه؟ لأنه حتى وإن شرعته السنة فإن الواضح من الروايات، كل الروايات، أن الذي رأى الرؤيا مين؟ عبد الله بن زيد وليس رسول الله. فهل يشرع شرعا للمسلمين برؤيا رجل من الصحابة من المسلمين وإن كان صحابيا؟ يعني هل تثبت أو هل يثبت حكم شرعي برؤيا منامية؟ إن رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رؤيا الأنبياء وحي وحق وصدق، ما فيها جدال. لكن الذي رأى الرؤيا من؟ عبد الله بن زيد الأنصاري. وإن جاءت بعض الروايات بأنه قد رأى نفس الرؤيا عمر بن الخطاب، وإذا عمر بن الخطاب ليس نبيا حتى وإن كان محدثا وفيه وما فيه. فالسؤال الآن، هل جاء الأذان في القرآن الكريم؟ هذا سؤال مهم يا مشايخ. الحقيقة يا سادة أن الأذان جاء في القرآن الكريم. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة إذا نودي، إذا إيه؟ نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال سبحانه في سورة المائدة وإذا ناديتم إلى الصلاة. إيش هو الأذان إلا لم يكن نداء؟ وإذا إيه؟ قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وإيه؟ ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تقول لي إن هذه الآيات نزلت بعد الرؤية، قد يصح، إلا أن هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، حتى لو جاءت بعد الرؤية ففيها إقرار القرآن لما صح عن رؤيا عبد الله بن زيد.
الانصاري مش كده؟ ما دام اقرها القران ببابات ايه الاشكال، كل الاشكال انها لو شرعت من الرؤيه ثم لم يقرها لا قران ولا سنه. بل ازيدكم من الشعر بيتا، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى نفس الرؤيه وسياتي هذا بعد قليل، ثم اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يخبره بالفاظ الاذان، قال فرايت النبي في حاله وحي. ايش يعني في حاله وحي؟ الوحي يتنزل على رسول الله بهيئه معينه بصفه معينه يسمع عند اذنه كدوي الجرس، ويتصبب جبين المصطفى عرقا ويسقل، فان كان واقفا يجلس صلى الله عليه وسلم، وان كان جالسا يعني يخشع خشوع شديد، الى انك كما قال ابو هريره قال كان راس رسول الله على فخذه، نايم على فخذه كده على فخذ سيدنا ابو هريره، فجاء الوحي لرسول الله قال فكادت فخذي ان تكسر من ثقل الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وإذا كان النبي على ناقة يركبها وجاءه جبريل ونزل عليه القرآن تبرك الناقة من ثقل الوحي لا تستطيع القيام. ما طبعا حتى قال بعض الصحابة لا أذكر اسمه الآن في حجة الوداع، قال يا عمر بن الخطاب، قال له نعم، قال له ليس لي في الدنيا من أمنية إلا أن أرى النبي أثناء نزول الوحي عليه. هي دي الأمنية اللي نفسي أعمل أشوفها. قال وكانوا في حجة الوداع إذا نزل الوحي على الحبيب المصطفى يسترونه بعباءة حتى لا ينظر الكل إليه في هذه الحالة، فإنها حالة بديعة حالة عجيبة. قال فجاءه الوحي ونحن بعرفة، هذا في صحيح مسلم، جاءه الوحي ونحن بعرفة فستره القوم بعباءتهم. قال عمر بن الخطاب فناديت على الرجل من بعيد أن اقدم اقدم اقدم، قال فجاء يجري من بعيد، قال فقال الرجل فأدخل عمر رأسي في العباءة وقال انظر إلى النبي في حالة الوحي، عشان يحدد له الأمنية، عشان الأمنية اللي كانت عليه وأعطاه ونظر إليه في حالة الوحي. وإذا جاء عمر بن الخطاب ليحكي للنبي الأذان فوجد النبي في حالة وحي، فلما سري عن رسول الله هكذا سري عن رسول الله، لأن المسألة ليست بالمسألة الهينة أبدا أبدا، سري عن رسول الله، قال له عمر رأيت كذا وكذا، قال يا عمر إنما وافق ذلك الوحي. يعني أصلا الأذان مش رؤية بس، إنما أذان رؤية وإيه ومعه الوحي. جيد هذا المشايخ؟ هكذا الأذان موجود في القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وإذا ناديتم إلى الصلاة إيه؟ اتخذوها هزوا ولعبا. يا أحبابي، ومن المقدمة أن أقول الأذان بإجماع كان في المدينة المنورة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ولا ما كانش بيصلي؟ كانوا بيصلوا. هي الصلاة فرضت سنة كام؟ سنة كام يا عم الشيخ؟ لا تعرف، سنتين قبل الهجرة في رحلة المعراج، مش كده؟ قبل الهجرة بسنتين، يعني 24 شهر كانوا بيصلوا ولا ما كانوش؟ بغير أذان؟ آه بغير أذان. وجاءت روايات كثيرة من أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في السماء السابعة، لكنها لم تصح، ولو صحت أقصد الرواية، الرواية في سندها ضعف، لكنها لو صحت لكان الأذان مكيا وليس مدنيا، لكن الأذان إيه؟ مدني بإجماع. والأذان بإجماع كان في المدينة المنورة، والراجح أنه كان في السنة الأولى من الهجرة أو السنة الثانية. السنة يعني الرؤية دي كانت سنة كام من هجرة النبي؟ بتقولوا يا مشايخ في ايه؟ سنة كام؟ سنة واحد، أول سنة من الهجرة. ليه؟ لأنه مجتمع مدني قد تكون، والإسلام قد وجد لنفسه دولة ومكان، والمجتمع كله أصبح مجتمع مسلم، مش كده وبس، واتسعت رقعة المسلمين من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتوج إلى ايه؟ إلى الأذان حتى يجتمع ايه؟ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجح انه مكي ولا مدني؟ مدني. في سنه كام؟ في السنه الاولى. اغرب ما وقع في الاذان انه اخذ من اذان سيدنا ابراهيم، واذن في الناس بالحج. نعم اهو اذان ده ولا مش اذان؟ في القران يا بتوع المدارس ولا مش في القران؟ في القران اهو، واذن في الناس بالحج ياتوك رجال. فقيل ان الاذان لفته نبوية خليلية جاءت على لسان إبراهيم فورثها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الوارث للحنيفية السمحة. سيدنا إبراهيم ده إيه؟
حنيفية سمح فاختار فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن جبريل عليه السلام نادى بالأذان لآدم عليه السلام حين أهبط الجنة حين أهبط من الإيه من الجنة. انظر قيل إنه أخذ من سيدنا إبراهيم، وقيل إن جبريل عليه السلام علمه رسول الله، وقيل إن جبريل عليه السلام نادى به لمن؟ لآدم حين أهبط من الجنة. والأذان والإقامة آخر ما أقوله في هذه المقدمة يا مشايخ، الأذان والإقامة من خصائص الأمة المحمدية. كيف وأنت تقول أنه أخذ من الخليل إبراهيم؟ لا، لأن أذان إبراهيم عليه السلام لم يكن بهذه الألفاظ المعهودة والمحفوظة والتوقيفية التي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر إيه؟ ألفاظ الأذان، وإنما كان أذان إبراهيم يعني نداء، فورثه الحبيب صلى الله عليه وسلم وخص الأمة المحمدية بألفاظ الإيه؟ بألفاظ الأذان، فكانت ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة خاصة بمن؟ خاصة بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم ينلها ولم تنلها أمة قبلها ولا أمة بعدها، إذ لا أمة بعدها وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ الآن نعود إلى الرواية مرة أخرى. عينك على نسختك واسمعها أقرأها لك بإسنادها مرة ثانية. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو ما مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالأذان. جيد يا سادة يا كرام، عبد الله بن زيد، اسمعوا قصة هذا الأنصاري الجميل. قلت لكم ضع خطا تحت هذا الاسم المنور من أسماء أصحاب رسول الله. يا شباب اكتبوا في أوراقكم وفي كراستكم، إحنا عندنا شيء في علوم الحديث يسمى الراوي الأعلى. سمى إيش يا شباب؟ الراوي الأعلى. عندما تنظر إلى حديث ومسلسل بالأسانيد على طول تسأل من الراوي الأعلى؟ باختصار الراوي الأعلى هو الصحابي. هو مين؟ من الراوي الأعلى في هذه الرواية؟ عبد الله بن زيد الأنصاري. وعليك أن تعرف من هو عبد الله بن زيد. اسمع كده، قالوا عبد الله بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه أبو محمد الأنصاري. المفاجأة العجيبة، قال الترمذي لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا هذا الحديث. يا الله لم يرد له ولا هو بس حديث الأذان، ليس قبله ولا بعده، لأجل أن يظل خاصية لعبد الله بن زيد الأنصاري إلى يوم القيامة. فإذا ذكر الأذان ذكر من؟ عبد الله بن زيد. ولا تتفرق ولا يتفرق دمه بين القبائل، ولا يقال روى حديث في الطهر ولا حديث في الصلاة ولا حديث في الحج ولا شيء، إنما روى ماذا؟ حديثا واحدا وهو حديث الايه؟ الأذان. أدي أول واحدة في سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وقال بعضهم ليس له غيره رضي الله عنه. بص يا سيدي، ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ابن ثعلبة كما قلنا الأنصاري، قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، هذه الخشبتين عاملين زي ناقوس مين؟ ناقوس النصارى. لما أمر بالناقوس حصل إيه؟ ليضرب به للناس ليجتمعوا للصلاة. قال عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم. هذا تفصيل الرواية التي ذكرها الإمام مين؟ الإمام مالك في الموطأ عندك في الرواية التي قرأناها. جميل، عبد الله بن زيد بيحكي الحكايه بشيء من الايه من التفصيل. قال طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا، رجل يحمل ناقوسا، وبعدين قال لي ما هذا؟ قلت له ما هذا؟ قال هذا ناقوس النصارى الذي تريدون ان تجمعوا به الناس. قال قلت له نعم. قال افلا اعلمك خيرا منه؟ الملاك، وطبعا يقينا هو ايه من الملائكة. قال أفلا أعلمك خيرا منه؟ قال علمني. قال فأخذ يردد الملاك الأذان ويردد خلفه سيدنا عبد الله بن زيد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرؤيا يقص عليه ما رأى، قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا.
يعني كان المفترض يقول له روح انت ايه أذن، لا قال له علمه مين؟ بلالا، فإنه أندى منك صوتا. وهذا معناه يا أحبابي أن المؤذن يجب أن يكون صاحب صوت جميل، ولا يكون جعورة يتفتح جعورة الناس تكره الدين عشانه، لا، كما كانوا في الأزهر يا مولانا زمان جنب الجامع الأزهر كده يأجروا أعزكم الله الحمير، يأجروا الحمير، كان زمان منطقة الأزهر دي منطقة سياحية، فكانوا يأجروا الحمير يا أبو يوسف، فالولد السايس بيأجر الحمير للسياح، فجي واحد من السياح أجر الحمار، ركب على الحمار، هو ماشي في شارع الأزهر سمع الأذان في الجامع الأزهر، مين اللي سمع؟ السائح، تعرفوا السائح؟ الأجنبي، وأنت سائح، أجنبي أنت عن البلاد. المهم سمع الأذان يا مولانا، قال للسايس ما ده إيش؟ قال له الأذان، قال له أذان يعني إيه الحكي؟ صوت حلو قوي، صوت رائع جميل، قال له إيش يعني أذان؟ قال له أذان للصلاة، قال له صلاة يعني إيه؟ أول مرة يعرف، قال له صلاة يعني الإسلام، والإسلام يعني سيدنا محمد، يقول الإسلام مش عارف إيه، وقعد يحكي فأسلم الرجل على حسن صوت الإيه؟ المؤذن. خلاص أسلم، هيكمل بقى الإيه الدورة، أو مأجر الحمار ساعة مثلا ولا حاجة، فمشي ناحية الدراسة كده وطلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق ماشي، فسمع واحد بيأذن في زاوية تحت عمارة، جعورة واتفتحت، فقام الواد سايس بتاع الحمار يقول الحمار إيه؟ شي لا يكفر. ما لو سمع صوت الوحش ده هيرجع بكلامه. يقول له شي لا يكفر. طبعا الأجنبي السايح مش فاهم ده بيقول إيه، لكن هو بيقول له شي يمشي بسرعة لحسن إيه؟ يعود عن إسلامه لأجل الصوت الإيه؟ غير الحسن. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه من؟ بلالا، فإن بلالا أندى منك يا مشايخ صوتا. شوف خد بالك جميل، صوته جميل، ومع ذلك يقال إن بلالا رضي الله عنه، يقال هذا في بعض الروايات وثبتت يعني وذكرت عن سيدنا بلال أن بلالا كان إذا تشهد في الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله على جمال صوته، فقيل يا رسول الله إن بلالا ينطق الشين سينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سين بلال عند الله شين. إن سين بلال عند الله شين. ولما دخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة يوم الفتح عام الفتح، طبعا صعد بلال كما تعرفون سطح الكعبة وظل إيش يؤذن. كان في المدينة شاب مولانا ابن 18 سنة، وهذه قصة لا يعرفها كثير من الناس لكنها صحت وثبتت في الكتب والحمد لله. شاب ابن 18 سنة كان يدعى أبا محظورة، اسمه كده أبو محظورة، فأبو محظورة في زحام الناس حول الكعبة يوم الفتح قال فقلت لمن بجواري من الذي يؤذن؟ قالوا له بلال مؤذن رسول الله. قال إن صوته لبغيض إلى قلبي وإن صوتي أجمل منه. صوتي إيه؟ أحلى منه. قال فما هي إلا لحظات حتى سمعت من يقول لي يا أبا محظورة أجب رسول الله عايزك النبي. لحظات. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما سلمت عليه وأجلسني بجواره نظر إلي وقال يا أبا محظورة سمعت أن لك صوتا حسنا، اللهم صل على الحبيب، سمعت أن لك إيه؟ صوتا حسنا. قال إي والله يا رسول الله. قال فردد خلفي يا أبا محظورة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وقال له يا أبا محظورة إن نحن رجعنا إلى المدينة فأنت مؤذن مكة. فظل أبو محظورة مؤذن مكة إلى أن مات، ثم ورث أبناءه وأحفاده جيلا بعد جيل أذان مكة إلى الآن. فآباء فالذين يؤذنون في الحرم كلهم لهم سند نسبي إلى أبي محظورة هذا الذي دعي بعد ذلك بمؤذن مكة. وقد أكرمنا الله يا مولانا بفضل الله سبحانه وتعالى وجلسنا مع الرجل الذي يعلم مؤذني الحرم الأذان مصادفة في سنة 2016. فلما جلسنا معه أخذ يعلمنا الأذان المصري والأذان المكي والأذان المدني ويشرح الفوارق بين الأذانات، يقول هذا أذان مصر، هذا أذان سوريا، هذا أذان المدينة، هذا أذان مكة. ثم قال لنا في ختام المجلس وتعرفون من جدي؟ فأنا سارعت فقلت إياك أن تقول جدي أبو محظورة. قال من أدراك؟ قلت له لأني أعرف أن أبا محظورة جد المؤذنين في مكة إلى اليوم. قال والله هو جدي.
هذا من سلالة هذا الشاب. اسمه من يا مشايخ؟ أبو محذور. لأنه كان له صوت إيه؟ حسن. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه من؟ بلالا. فإنه إيش؟ ألدى منك صوتا. رضي الله عنهم جميعا. أهو عبد الله بن زيد بن سعلبة بن عبد رب أبو محمد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج، فيقال له الخزرجي الحارسي. اسمع واعرف هذه المعلومات عن هذا الرجل صاحب هذه الرواية. يقال شهد العقبة. إيه العقبة يا مشايخ؟ شهد العقبة يعني إيه شهد العقبة؟ بيعة العقبة. بيعة الرضوان. شهد العقبة وبدرا. قال الترمذي لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث الواحد في الأزل. قال مات رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة. سنة كم؟ 32 بس من الهجرة. وهو ابن 64. وصلى عليه عثمان قال هو ولد محمد بن عبد الله نقله المدائن. اسمه هذا الذي توفي سنة 32 رضي الله عنه هو عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي الذي روى حديث الايه الأذان. توكلنا على الله. نعم. ما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر. وشرح له أحاديث مسألة الايه الأذان. وقيل الأذان روى وهل روى حديث الأذان غيره؟ قيل روى حديث الأذان عن رسول الله 7 من الصحابة، كلهم رووا عن رسول الله غير الأذان إلا عبد الله بن زيد الأنصاري. قيل كما قال الترمذي لم يروي غير حديث الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا استشكال وقد أجبنا عليه. أنا أكتب هنا على نسختي استشكال، كيف يثبت حكم برؤية عبد الله وهو ليس بوحي؟ وأجبنا على هذا الاستشكال. يبقى آخر مسألة في هذه الرواية، وهي هل أذن رسول الله بنفسه يوما؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها يا مشايخ، هل تعرفون رواية أن النبي أذن في يوم من الأيام؟ ليش؟ لم تسمعوا ليش؟ قولوا لي. أهو يا سيدي بيقول لك ومما يكثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ فإن لم يباشر، وهل يوجد سنة أدق ولا أهم من سنة الأذان ليفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فتصبح سنة قولية فعلية في نفس الوقت؟ لأن السنة عندنا أقسام. اكتب هذا. كم نسخة، كم قسم عندنا السنة؟ سنة قولية، سنة فعلية، والثالثة تسمى سنة تقريرية. تقريرية. إيش يعني تقريرية؟ يعني يفعلها الرجل فيقرها النبي ولا إيه؟ ولا يعلق عليها صلى الله عليه وسلم. فإن أقرها تصير إيه؟ سنة تقريرية. فالأذان الآن سنة إيه يا مشايخ؟ قولية. فلماذا لم يؤذن النبي بنفسه؟ اسمعوا أقرأ لكم تفصيل هذه المسألة إنها دقيقة. ومما يختص به طلبة العلم في الأزهر هذا الفهم الذي سأقوله لكم الآن، لأنها فائدة عظيمة تفيد طلبة العلم وتفيد السائلين إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع يا سيدي. قال وقد روي، بل روى الترمذي بإسناد حسن عن يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه. يبقى كم مرة؟ مرة واحدة. ده من استنى بس، ما تستعجلش. أنا مع إن الترمذي اللي روى ده، بس أنا مش موافق، ومش أنا اللي مش موافق وغيري. اسمع يا سيدي. قال أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، يعني الأرض كانت إيه؟ طين فيها بلة، كانوا فصلى على الرواحل لأن الأرض فيها إيه؟ مية، والسماء فوقهم على طول. هذا موقف من المواقف رواه الإمام الترمذي. قال السهيلي فنزع بعض الناس بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، لكن روى الحديث الدارقطني بسند الترمذي ومتنه وقال فيه فأمر بلال فقام يؤذن. أذن يعني أمر بلال، مش أذن بنفسه. لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه. إذن وقال فيه فأمر بالأذان فقام المؤذن فأذن. قال والمفصل يقضي على المجمل وإلى آخره. وتابع هذا البعض النووي فجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفره وعزاه للترمذي وقواه غيره ولم يوافق عليه غيره.
والراجح أنه أمر بلالا فإيه؟ فأذن. يبقى الخلاصة أنه أمر إيه؟ بلالا فأذن في هذه السفرة. لكن يبقى السؤال الذي لم يذكره الإمام الزرقاني، هذا شرح الإمام مين؟ يبقى السؤال والعلة، فلما لم يباشر الأذان بنفسه؟ عندنا بس فقط أن الترمذي والنووي يعني رجح أن يكون أذن مرة واحدة، وكثير من أهل العلم يرون أنه لم يؤذن ولا مرة صلى الله عليه وسلم، فيبقى تبقى العلة على أساس أنه لم يؤذن ولا مرة، فلماذا لم يؤذن؟ تبقى العلة. قالوا ما أنت مش واخد بالك يا عم الشيخ، إيه؟ قال إن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال رسول الله حي على الصلاة لوجب على كل شيء في الكون أن يجيب نداء النبي صح ولا ما هو صح؟ لأن ده نداء النبي. فلو تخلف رجل أو شجر أو مدر أو حجر سمع نداء النبي حي على الصلاة لحكم عليه بالكفر، فرحمة بالناس ورحمة بالدنيا كلها لم يؤذن ولا مرة صلى الله عليه وسلم. أنت حضرتك تسمع الأذان حي على الصلاة ثم لا تجيب، فإن كان الذي أذن وقال حي على الصلاة هو الحبيب المصطفى، هل يجوز لك أن لا تجيب؟ فإن لم تجب نداءه كنت من الإيه؟ من الكافرين. والأمر أكثر خطورة، لأن نداء النبي في الأذان ما كان ليحصر في زمنه، هذا الخطر بعينه لا يحصر في زمنه، وإنما إن قال حي على الصلاة فإنه نداء من النبي للناس إلى يوم القيامة، وهذا معناه أن يكفر كل مسلم كل زمن في كل عصر في كل بلد سمع الإذان ولم يجب. إنما لم يؤذن ليه مشايخ؟ رحمة بمن؟ رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أنه وقف في الصحراء وقال حي على الصلاة ثم رأى الصحابة دواب الصحراء وهوامها وحجارها والناس في المدينة والناس في مكة والناس في الحجاز كله مقبل بناء على دعوة من؟ سيدنا محمد. وإلا ستقع المقارنة بين أذان سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، وقد جاءت رواية أن إبراهيم عليه السلام قال يا ربي وأذاني أين يبلغ؟ يعني أنا حاعد نادي على الكعب على جبل أبي قبيس، يعني مين اللي حيسمعني في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ فقال الله له يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. وإذا بلغت دعوة إبراهيم وأذن في الناس بالحج كل الناس إلى يوم القيامة، حتى قالوا فوصل أذان إبراهيم إلى الأطفال إلى الأجنة في بطون أمهاتها وإلى الأجيال في ظهور آبائهم إلى يوم القيامة. وهذا سر حنين المسلم إلى بيت الله الحرام، وهو نداء مين؟ إبراهيم. فكيف يكون نداء إبراهيم على هذا المستوى ثم يأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فينادي فلا يبلغ نداؤه صلى الله عليه وسلم الحجر والمدر والشجر والإنس والجن إلى يوم القيامة؟ إنما لم يؤذن لماذا يا مشايخ؟ رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم، رحمة بالأمة، لأنه لو فعل لكان هذا حجة علينا وعلى الناس إلى يوم القيامة. صليت على الحبيب المصطفى. الآن إلى الرواية الثانية. يكفي هذا ما هذا الذي قلناه حول الرواية الأولى ولا إيش رأيكم؟ يكفي هذا الذي قلنا. قال بل أقول وبالإسناد، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. يا مشايخ الراوي الأعلى هنا من؟ أبو سعيد. لا 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 طلعك برا، مش تحضر تاني. أبو سعيد الخدري. ألم أقل لكم أن انتوينا أن نقرأ لكم جزءا حديثية؟ هل أتيتم بكتاب الذي اتفقنا عليه؟ أي كتاب؟ الباعث والحسيس في اختصار علوم الحديث. تأتون به يا مشايخ لأنه لا يجوز أن نقرأ الموطأ ولا تعرفون ما معنى الراوي الأعلى، ما معنى الحديث المرسل، ما معنى الحديث المعضل، ما معنى الحديث المعلق، ما معنى الحديث الغريب، هذا كله يجب أن نعرفه. صحيح يا شباب. إذن من الراوي الأعلى في هذه الرواية؟ أبو سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اللهم صل على النبي. وهذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي والكتب كلها، كتب التسعة. وأول من أخرجه في كتابه الإمام مين؟ مالك في الموطأ. فالموطأ هذا سبق الكتب كلها، يعني أول ما ألف في جمع الحديث بهذه الطريقة البخاري ولا مالك؟ مالك. هذا مالك سبق الكل. إذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أبو سعيد الخدري. مين أبو سعيد الخدري يا مشايخ؟ ما اسمه؟ أبو سعيد كنية ولا اسم؟ شباب
أبو سعيد ما يبدأ بأب أو أم، كنية ولا اسم؟ كنية. فما اسمه الأصلي؟ اكتب على نسختك وهو إياك أن تنسى. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن سنان. اسمه إيش؟ سعد بن مالك بن سنان. سعد بن سنان رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري اسمه إيش؟ سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. أبو عبيد الأنصاري الخدري له ولأبيه صحبة. ها؟ سعد بن سنان. سعد بن سنان. والعجيب أن له ولأبيه صحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبو سعيد الخدري ده أبوه كان صحابيا وهو صحابي رضي الله عنه. كان له ولأبيه صحبة واستصغر يوم أحد. إيش يعني استصغر يوم أحد؟ راح عشان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة يوم أحد. سيدنا النبي شافه إيه؟ صغير. اسمه إيه الرجل ده يا مشايخ؟ سعد بن سنان. مع أنه روى عن رسول الله أكثر من 1000 حديث، عقل وصار رجلا يفقه ويعرف ويحفظ ويروي بعد غزوة أحد. غزوة أحد كانت سنة كام؟ 2 من الهجرة. إذن عاش يروي عن رسول الله كم سنة؟ 8 سنوات بس، ومع ذلك روى أكثر من 1000 حديث. وهذا يعني ملازمة وحبا وعلما واطلاعا رضي الله عنه. وسأخبركم عن سر من إصرار سعد بن سنان الآن، بس أكمل لكم ترجمته. قال استصغر يوم أحد ثم شهد ما بعدها، كل المغازي والغزوات شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. شهد ما بعدها رضي الله عنه. شهد ما بعدها، روى الكثير، ومات بالمدينة سنة 53 أو 65، يعني 54 سنة 63 أو 64، يعني 54 أو 53 أو 55. 55 دي بعد هجرة، بعد خلافة سيدنا علي ولا قبلها؟ بعدها. إذا مات في خلافة سيدنا معاوية. مات في خلافة مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه. وقيل سنة 74. يا مشايخ اكتب هذا وسأمليه عليكم بهدوء. الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12,000 صحابي فقط. كل الأحاديث اللي في الكتب كلها لا تخرج من رواية كم واحد؟ 12,000. طيب الصحابة كلهم كم واحد أصلا؟ 124,000 هم الذين شهدوا مع رسول الله حجة الإيه؟ الوداع. 124,000. وقيل هذا عدد الأنبياء. 124,000. كويس؟ الذين رووا عن النبي 12,000 صحابي الذين عرفوا بأسمائهم وكناهم وسنة وفاتهم 12,000 فقط من 124. وجمعهم الإمام الذهبي في كتاب في 9 مجلدات اسمه معجم الصحابة. جمع ترجمة كم واحد؟ 12,000 صحابة. جيد؟ الذين رووا عن رسول الله السنة كلهم كلها كم واحد؟ 12,000. الذين رووا عن رسول الله من 12,000 منهم أكثر من 4 أحاديث 7 بس. اللي روى أكثر من 1000 حديث كم واحد؟ 7 فقط. والباقي إما روى أقل من 1,000 أو 500 أو 600 أو 200. وعبد الله بن زيد الأنصاري روى كم حديث؟ وفي غيره روى حديث واحد. أبو سعيد الخدري أكثر من 1000. أكثر من 1000. ده من ضمن 7. من ضمن 7. هذا هو السر. سعد بن سنان كم واحد روى أكثر من 1000 حديث؟ 7. جمعها أحد العلماء بقوله، وهذا يعني من ملح العلم، اكتبوها يا شباب. جمعها أحد العلماء بقوله 7 من الصحب. هذا في غاية الدقة. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا. جمع أهل العلم الذين رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الله بقوله 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث. قال 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر وأنس، صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. كم واحد دول؟ 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا. 7
من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. مش هو ده خير مضر عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة أدي أول واحد اسمه إيه؟ أبو هريرة معروف وده روى أكثر من 5000 مش 1000 واحد. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. من المختار خير مضر أبو هريرة أدي أول واحد. سعد اللي هو سعد بن سنان مش سعد بن أبي وقاص، لا اسمه سعد بن إيه؟ اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو هريرة سعد جابر جابر بن عبد الله وأنس اللي هو أنس ابن مالك. أبو هريرة سعد جابر وأنس صديقة وهي مين دي؟ ستنا عائشة صديقة وابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس كذا ابن عمر عبد الله بن عمر. جابر وأنس سعد جابر وأنس صديقة وابن عباس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إيه؟ لا 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 أبو بكر الصديق روى 30 حديث أقل من 30 حديث. عمر بن الخطاب 16 حديث. لا 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 الذين شغلوا بالرواية على وأمراء الأجناد يعني خالد بن الوليد كم روى من الأحاديث؟ لم يروي شيئا كثيرا ولا لا تجد فيه روايات كثيرة إلى آخره. وابن عباس كذا ابن عمر. أنا هذا كله ذكرته لكم على هامش كلامنا حوالين مين يا مشايخ؟ حوالين سيدنا أبو سعيد أبو سعيد الإيه؟ الخدري. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان سمي به لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليها دعاء إلى الإيه؟ إلى الصلاة. ماشي يا مشايخ؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يستثنى من ذلك إذن الرواية التي معنا لسيدنا أبي سعيد الخدري ماذا يقول فيها؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فإيه؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا مثل ما يقول المؤذن يعني أن تردد مع المؤذن الله أكبر الله أكبر مثل ما يقول. وقد جاء في روايات كثيرة إلا في الحي علتين. في الحي علتين إيش الحي علتين؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. ماذا تقول؟ ها؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حديث عمر أيضا وحديث معاوية في البخاري وغيره دل على أن يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله وهو المشهور عند الجمهور. وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح يعني يجوز أن تقول حي على الصلاة مثل الإيه؟ مثل المؤذن. هذا من الفقه يعني أن تقول مثل الإيه؟ مثل المؤذن حي على الصلاة ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب السؤال الآن من ناحية الفقهية المؤذن يؤذن بصوت جهور عالي ولا بصوت خفيض يعني يؤذن بسره أم جهرا؟ جهرا. الذي يقول مثل ما يقول المؤذن له أن يجهر أم له أن يسر؟ خلاف عند الفقهاء والأرجح أنه له أن يسر أن يقول هذا إيه؟ سرا. ليه؟ لأن المؤذن يجهر لاحتياجه إلى نداء الناس للصلاة. أما الذي يردد خلف الأذان فليس في حاجة أن يدعو الناس للصلاة وإلا ستصبح فوضى حينها إذا رفع المؤذن صوته ورفع الناس أصواتهم في الشوارع يبقى فوضى. إذن لا يجوز أن لا أقول لا يجوز وإنما له أن يؤذن إيه أو أن يقول خلف المؤذن إيه؟ سرا. قال في حديث مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر اسمعوا يا مشايخ هذه الرواية فإنها من العجب حقيقة. سيدنا النبي قاعد فسمع أحد الناس يؤذن فقال المؤذن الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. النبي قال إيه؟ على الفطرة. فلما تشهد مين اللي تشهد؟ المؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. الله أكبر على إيش؟ على الفطرة. فلما تشهد المؤذن قال النبي خرج من النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن علم أن الأمر للاستحباب يعني كلمة على الفطرة خرج من النار كده النبي يردد مع المؤذن ولا يبشر المؤذنين إلى يوم القيامة؟ لو أن الأمر على سبيل الفريضة أن تؤذن أو أن تردد خلف المؤذن لما قال النبي هذا الكلام.
إنما يدل على أن الأمر فيه سعة، فمن ردد خلف الأذان أخذ مثل أجر المؤذن، ومن لم يردد فقد فاته الخير، إذن ليس عليه من وزر ولا شيء. لكن أيضا الشاهد يا مشايخ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر المؤذن. والسؤال، هل هذا الكلام لهذا المؤذن في زمن رسول الله وحده، أم أنه لكل مؤذن إلى يوم القيامة؟ بل هو لكل مؤذن إلى يوم القيامة. فإذا قال المؤذن والله أكبر فبشره بماذا؟ بأنه على الفطرة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فبشره أن ذلك خروجا من ماذا؟ خروجا من النار، كما قال العلماء والأئمة والمشايخ. صليتوا على الحبيب المصطفى. وبهذا نكون قد قرأنا لحضراتكم روايتين اثنتين فقط من كتاب الأذان، على أن نتمم بإذن الله تعالى، أقصد من باب الأذان، على أن نتمم بإذن الله تعالى قراءة ما لباب الأذان، ولكن في اللقاء القادم من الجمعة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.